رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي. مشكورا مساك الله بالخير، هارد لك على نتيجة هذا المساء. بداية، هل تعتبر نتيجة مفاجأة من العيار الثقيل للأهلي أم أن النتيجة أمر عادي؟ لا أكيد مفاجأة أخويا أبو حمد، يعني توقعت أنه يكون يطلع الفريق بشكل أفضل من اللي طلع عليه، ولكن هذه مثل ما نعرف في مباريات الجماهيرية والدربيات بعض الأحيان تطلع نتائج مفاجئة. من يتحمل يعني صلب المسؤولية أو المسؤولية الأعظم؟ خلينا أشملها لك في تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم وخسارته في هذه المباراة على وجه الخصوص. كل من يعمل في الفريق الأول وعلى رأسهم أنا نتحمل مسؤولية النتائج طبعا. كم نسبة مسؤولية كوزمن في طبعا في يعني هي ما تقدر أنت تتحمل المسؤولية أو تجزئها، المسؤولية كاملة. يعني خطأ من مدافع يتسجل عليك هدف، يعني هل هو هذا كله يتحمله المدرب؟ أو مثلا تغيير مدرب، خطأ في المباراة يتحمله يتحمل النتيجة ككل. لا، كرة القدم منظومة متكاملة، أعتقد الكل يتحمل جزء من المسؤولية. طيب يعني نحن نتساءل ونختلف، من صاحب القرار في اختيار اللاعبين الأجانب؟ ما القرار طال عمرك اختيار اللاعبين الأجانب؟ هو قرار مشترك بين المدرب وبين الإدارة، ويعرض المدرب المراكز ويعرض الأسماء، وبعض الأحيان تقدر يعني تتعاقد مع اللاعب هذا وبعض الأحيان ما تقدر. كلها يعني عملية واحدة والكل شريك فيها. يقال أنه الإدارة حاولت إقناع المدرب قبل بداية الموسم بضرورة تغيير لاعبين الكبار في السن الذي تم الاستغناء عنهم مؤخرا، ولكن كوزمن رفض ذلك يعني معتذرا في انتظار الميركاتو الشتوي. لا، في طال عمرك يعني نحن اليوم ما نقدر نجلس ندخل في تفاصيل، هاي كانت قرارات أخذت في فترة ما في ظروف ما، وكرة القدم متغيرات والإنسان يعني يشوف هالمتغيرات ويأخذ قرارات فيها. طيب هل من الممكن أن تحاسب، أنا يعني أتحدث على وجه العموم، إدارة ما مدرب إذا أخطأ وكيف؟ لا، أنت دائما طال عمرك بشكل عام أو نحن يعني سياستنا في النادي الأهلي أن كلمة محاسبة ما نستخدمها، لأن نحن آخر يوم في قارب واحد وكل واحد منا يجتهد في العمل المنوط له. فإذا مثلا صارت أخطاء أو صار شيء يكون العمل تقييمي لفترة من الفترات ولا يكون رد فعل. طيب أبو سعيد، يعني يا ريت تلخص ماذا يدور بالأهلي. يعني الآن حتى معظم المراقبين والمحللين ومن يتابع من صحافة وغيرها يقول لك أنه مشكلة الأهلي ليست مشكلة فنية، هناك مشكلة داخلية. الآن يعني كل واحد يجتهد، أنت الآن رئيس شركة كرة القدم، ماذا يعاني الأهلي؟ ونحن نعلم أن الإدارة وفرت كل شاردة وواردة لمدرب الفريق، طيب ما هي المشكلة؟ لا، أنا ما أعتقد أن يعني ما أعتقد أن في يعني المشكلة أن الأهلي ما ينافس على البطولة، هذه مشكلة لا كلنا نعترف فيها. ولكن ظروف ما ظروف فنية، مثل ما قلت لك إصابات لاعبين، عدم توفيق، انسجام الفريق ككل، كل هالظروف. يعني نحن كنا إذا 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 نتكلم عن الفريق ككل، الفريق ككل هذا هو الفريق اللي أنا أتكلم من الدور الأول. نعم. هو الفريق اللي أحرز البطولة أو البطولات الموسم الماضي، لكن بداية ما كانت زينة، أثرت في ظروف كثيرة، إصابات منها إصابات لاعبين مواطنين ولاعبين أجانب. يعني كل هذه الظروف تتكالب على وضع الفريق وبالنهاية إن ما تكون النتائج مأمولة. ولكن الواحد نحن نتأكد تماما أن دائما الواحد يسعى للأفضل ويجتهد. نقدر نحن يعني نحن هدفنا الرئيسي هو أن الظهور يكون من جيد جدا الى ممتاز بالنسبه للبطوله الاسيويه، وهذا الهدف الرئيسي بالنسبه لنا، ان احنا نطلع بشكل زين ونحاول قد ما نقدر يكون الفريق منسجم ويكون ويطلع بشكل مشرف ان شاء الله. طيب يعني بالمستوى اللي ظهر فيه الاهلي امام الوصل، وانا اتمنى ما يكون قياس
او مستوى يعني نحكم عليه في مشاركته الاسيويه، ولكن بشكل عام الفريق يظهر انه يعاني هذا الموسم. لا كثير من عندنا بتلقى كثير من الفرق والامثله كثيره، ما ودي يعني للاخوان معاك في الاستوديو كلهم متابعين لكره القدم، كثير من الفرق ما تظهر بالشكل الطيب محليا ولكنها تظهر بالشكل الزين في الاسيويه. انا اعتقد ان بطولتين مختلفات، حتى اتوقع ان اللاعبين يعرفون مسؤوليتهم وبيدخلونها بشكل ان شاء الله جدي، وبيكون شكلهم باذن الله زين. طيب تحدثنا يوم امس بصريح العباره بان يعني هناك خسائر ماليه كبيره تكبدتها اداره النادي الاهلي في جلب اكبر عدد من اللاعبين الاجانب، 9 لاعبين في موسم واحد. ابو حمد معك. يوم 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 عن الاهلي هي خسائر، وحق الانديه الثانيه استثمار. هاي فرق. لا 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 العفو العفو، رايي انا 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 اتحدث بشكل مباشر، راي غيري انا ما اتحمل مسؤوليته. من تقصد ابو سعيد؟ لا لا ما اقصد، انا اقول لك انتم تتكلمون بهالخصوص دائما. لا لا احنا دائما يعني لما تكون الانتدابات قليله والنتائج توازي هذه الانتدابات نقول استثمار، لكن لما تكون الانتدابات كثيره والمبالغ طائله ولا يكون هناك انجاز نقول هدر. وهي معادله يعني. خلني اقول لك ابو حمد تفضل، الانجاز هي البطوله. صحيح. مش 3 نقاط. صحيح. اخر اليوم المحك اللي يتسجل في التاريخ بطولات وليست 3 نقاط. طيب اسالك بصريح العباره والاخوان حد بيتداخل مع سعاده عبد الله النبوده، بس لحظه سؤال اخير. تفضل. هل الاهلي ظلم تحكيميا هذا الموسم؟ والله انت عندك طال عمرك، انا نصيحتي لك للناس اللي افهم مني في التحكيم يحطون مباريات الاهلي ويشوفون كم قرار تاثيره كان على نتيجه المباراه، وبتعرف انت اذا الاهلي ظلم ولا لا. جميل. علاء. السلام عليكم ابو سعيد. عليكم السلام ورحمه الله. انت بتقول البطوله في النهايه محك مش كده؟ مش 3 نقاط. صحيح؟ صحيح. النادي الاهلي خد البطوله السنه اللي فاتت بالبدايه الصح وبالنقاط الصح. صحيح. صحيح؟ النادي الاهلي السنه دي اختلف ابو سعيد عن ادائه في بدايه الموسم. وعلقنا على ان النادي الاهلي كان لابد انه يغير في الفتره الصيفيه. كان الكلام بالنسبه لكوزمن مش عاجبه يعني. ولكن النهارده اتضح ان هو اخطا في عدم التغيير، لان ده ساحب لقب ومن حق النادي الاهلي المحافظه على اللقب ويمتلك مقومات وقدرات المحافظه على اللقب. لكن النهارده لما النهارده النادي الاهلي وفر كل ما هو لاي مدرب في العالم يتمنى ان يكون في هذا المكان دلوقتي مكان كوزمن، ومع هذا لم يحافظ على ما قدم له، بمعنى انك انت راجل واخد بطوله قبليها ب3 اسابيع، تمتلك مقومات وقدرات عاليه، عندك لعيبه منتخب فوق 7 8 لاعبين، عندك 4 محترفين، ايه هو اللي اخره النادي الاهلي عشان ما تحافظليش على لقب او تبتدي معايا موسم بهذا الشكل؟ شو اللي اخر النادي؟ هذا سؤالك يعني، انت تكلمت وايد بس انا ابغى السؤال. السؤال ما عرفته. السؤال النهارده النادي الاهلي حضرتك بتعفي كوزمن من المسؤوليه، صحيح؟ انت تباني اعفي كوزمن من المسؤوليه؟ لا انت عفيته من المسؤوليه. لا ما عفيته من المسؤوليه. لا لا ما عفيته انا، قال الكل حد يتحمل. الكل يتحمل. هو الكل يتحمل، ولكن صاحب الاساس فيها مين؟ صاحب الـ 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 القرار فيها مين؟ في اختياراته، في ادارته، في اختيارات كل شيء من مواطنين ومختلفين. الاداره ولا كوزمن؟ كوزمن اكيد. زين هذا طال عمرك. لا شوف بقول لك شيء، هذا رايك انت ونحن نحترم رايك، ولكن انا دائما في اي عمل، العمل عباره عن فريق عمل متكامل وكل شخص يقوم بدوره. اذا اخطا شخص في دوره وصارت نتائج مثل ما تشوف يتحملها الكل، ما يتحملها شخص واحد. طيب حتى لو انت موفر. طب انا اسالك انت في اداره، انا اسالك النهارده بعد ما وفرت اقول لك انت ليك ذنب في ايه؟ لو انت ما وفرتلوش اقول لك الاداره قصرت. احاسب معاك انا ازاي؟ انا كمشاهد، انا ك لا الناس من جمهور النادي الاهلي اقول الاداره وفرت. الاداره مش هقدر اسالها، اسال ما هو وفرت له مش الاداره. مسعيد وفرنا له كل شيء. طيب وهو طال عمرك بعد ما قصر،
يعني ما يستوي انا اختزل جهده، لكن اخر اليوم مثل ما قلت لك هذه مباريات كره قدم، تصير اخطاء فيها، تصير هذا ما تمشي النتائج وياك، ما تمشي الظروف معاك. كره القدم دائما لعبه الاخطاء. طيب انا يعني انا اتقبل خطا في مباراه في مباراتين، لا لكن لا اتقبل خطا في معظم المباريات، هذا واحد. اثنين ابو سعيد وانت القريب يعني على راس شركه كره القدم، يعني الا تعتقد انه كوزمن هذا الموسم ليس هو كوزمن في الموسم الماضي؟ والامور والشواهد كثيره حقيقه، نسبه التركيز، الاستقرار، عمليه انتداب اللاعبين، عمليه اختيار اللاعبين، وان البعض، وانا اتحدث معك بصراحه وانت يعني تعلم حجم العلاقه المباشره، انه عبد الله نابوده يعني مع ان يوفر لكوزمن كل ما يريد، هناك ايضا يعني بعض خلينا نقول الاجتهادات انه اداره النادي الاهلي تحاول تضعف الفرق الاخرى في ان تندب لاعبين من الفرق الاخرى ويقعدون في دكه الاحتياط بمبالغ كبيره حتى تضعف الفرق الاخرى في صالح النادي الاهلي، فكيف ترد على ذلك؟ لا، نحن طال عمرك دائما اختياراتنا للجوده، واي لاعب في جوده ومطروح ممكن ان نحن نتعاقد معه بالعكس، ليش لا؟ طيب خسر بغض النظر من وين يجي، خسر الاهلي ماليا هذا الموسم؟ لا طال عمرك كل استثماراته. سؤال اخير، بقى كوزمن من عدمه كيف ينظر له او تنظر له اداره الاهلي؟ لا مثل ما قلت لك يعني في السابق أن هذه منظومة عمل وحدة، نحن ندعم مدربنا وندعم لاعبينا إلى أن نرى أن نوصل لطريق مسدود، لأن اليوم ما وصلنا لطريق مسدود الحمد لله. أوكي موضوع الدوري أن نحن فرقنا يعني الفرق كبير، ولو أن كنا نمني النفس أن نكون في صلب المنافسة، ولكن بعدنا يعني نشوف أن البطولة الآسيوية موجودة، كأس رئيس الدولة، وإن شاء الله أنه يعني يكون بشكل الاهلي في الاوقات الجايه مغاير. سعادة عبد الله النابود رئيس شركة كرة القدم في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة بطلب من أسرة رادار، ونتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في مسيرة الاهلي تحت اشرافك وبقيادة ايضا في مداخلة. طيب شكرا ابو سعيد. شكرا شكرا جزيلا.